في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذهير وناسي وليلي كاريزما لكن لا تضيق. يلا على البث حبيبي، البث يحتاجك، البث يفتقدك. ابد بس انا قلت شو اسمه كان الصلاه اخر الليل لازم الواحد يصلي. الله يقبل منك. اخر الليل الساعه كم الحين؟ الحين خلاص 12 وعليها 12. ها الله يقبل منك حبيبي. يلا بس اصلي وبخلص. يلا تمام خلاص. ها يلا القبله، القبله كذا. لا تصورني انا اطول. ايش تسوي ساعه في البث؟ كيف الهم؟ يلا تعال اسمع. بعتقد الغسيل ما فيش مستحيل. هذه ايش؟ هدايا عند فريق الدعم ومن عند الاخ خصوصا خالد مسعود الحربي الله يبيض وجهه ويجزاه خير. وهذه طال عمرك حقتها القرصان المجارف. وهنا طال عمرك الجالكسي اللي طيبه خاطر. سلام. نعم تشرفونا والكرامه شوي. الله يحييكم. تستاهل كل خير. طبعا شغل يدوي. شغل يدوي بحت. أوف. يعني تدري يا علي قرب قرب مني. نعم بس عشان الحاجه اللي تدري طال عمرك اللي من بعد البث الى الساعه 7 الصبح هنا على قدم الوساق. الحين كيف شعورك؟ يومين ثلاثة أيام. يوم النكتة. لا الشعور الآن جميل لكن الشعور بعد التدشين راح يكون شعور. استاهل كل خير. بتمامك. يلا رح. لا يما والله بدي. شلون أبدأ؟ شغل آخر حزين. طيب أختي. طب سما 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 اللي وعدتيني تجيبي لها سرير. أخوي براء اللي كل ما شافك يقول لك يا يما أنا بصير دكتور تجارة. لسه ما صار دكتور. مين بيشوف؟ مين اللي بيفرح عشانه؟ أسامة. لا ليش أسامة؟ طيب أنا اللي في يوم أنا اللي كنت أقول لك أبغى أكون نجم. الكل يعرفني وأقول بعد ما أوصل لآخر مستوى من النجومية أقول يما قدام الناس كلهم من أنت السبب؟ يما ليش رحت؟ طب جود ولا سامر عتاب نفسي هذا اللي كذا تخيل انها راح تصدق علي. بعض الاحيان اخاف انها صدق تروح. طيب طول في عمرها. امين اللهم امين. لانه صدق هي الانسان الوحيد اللي تنتظر نجاح ابنائها السته كلهم. ما في احد عن ابنائك. سلام. والله العظيم. صلح يطول في عمرها يا رب يخليها لك. زعزعي. ايش فيك؟ والله حزين. بالله يا حزين. شو تسوي ذاك؟ نرجع للحزن، نرجع للحزن. اطلق. ايش تقول كلمة وجهها؟ تبهو. السلام عليكم ورحمة الله.